من 10 سنوات كنت ألعب لعبة اسمها عالم الدبابات أو World of Tanks وكنت جداً مدمن عليه. فكرة اللعبة واضحة من اسمها، خذ دبابة وادخل الحرب ودمر دبابات الأعداء. على وقتها اللعبة كانت بسيطة وما كانت جداً مشهورة، بس من كم يوم شفت فيديو للعبة على اليوتيوب وصدمتني. الجرافيكس أو رسومات اللعبة صارت جداً رهيبة، نظام اللعب صار متطور لدرجة أنه صار فيه فوق 600 دبابة تقدر تختار منهم، وأكثر شيء صدمني أنه عدد تحميلات اللعبة فوق 150 مليون. فخلنا بهالفيديو نلعب اللعبة نشوف إيش التغييرات اللي صارت بعد 10 سنوات. واللعبة مجانية بالكامل وموجودة على البي سي، بلاي ستيشن، إكس بوكس وأيضا على الموبايلات. رابط تحميل موجود في الوصف، ولو استعملتوا هذا الكود في اللعبة فرح يعطيكم هدايا رهيبة في اللعبة. فيلا خلنا نبدأ. اوكي شباب، اول شيء لازم نسويه هو ان نختار دبابة. مثل ما شايفين تحت في عدة دبابات، دبابات امريكية، دبابات روسية او الاتحاد السوفيتي، دبابات فرنسية ودبابات المانية، وفي عدة دول ثانية، بس خلاص خلنا نختار دبابة. طبعا كل دبابة تتميز بشيء. اوه والله هذه تصيد العدو من قارة لقارة شكلها. يعني في دبابات يكون درعها قوي بس هي ضعيفة أو بطيئة، في العكس، في دبابات مدفعها يكون مرة قوي بس الدرع تبعها ضعيف، وفي دبابات مثل هذه تكون مدفعها ضعيف وهي ضعيفة بس جدا سريعة. فإذا واحد يحب يلعب ويهجم هذه الدبابة مناسبة له، وأنا صراحة أحب أني أهجم فراح أختار هذه الدبابة. الله يستر. طبعا في عدة أطوار مثل ما شايفين، في 30 ضد 30، في كومبتيتيف، وفي عدة أطوار ثانية، بس رح ألعب أنا الطبيعي اللي هو 15 ضد 15 في جيم واحد. والله يستر. اول جيم. اوكي هذا فريقي، في تقريبا 10 دبابات، 15 دبابة ضد فريق العدو. يلا بسم الله هجوم. والله طلع الكل عنده دبابات كبيرة الا انا، شكله خيار خطأ اني اخترت هذه الدبابة، بس خلنا نشوف. والله شوفوا الاجواء جدا رهيبة، بس ما الحين بطيح 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 يا خوي. وخر وخر اوه اوه اوكي، هذا صغير مثلي. اضرب 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 ابلع. ايوه والله روح لي نص هيلثي. هاي هاي، لا لا بموت 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 بموت. لا 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 طلع من وين جابني من اخر الدنيا هذا. دبابته سنايبر ما شاء الله. طبعا في هاللعبه مجرد ما تدمر دبابتك خلاص خسرت. فحاليا دخلت جيم جديد مثل ما شايفين، وفي دبابه جديده كمان دبابه صغيره. الى الان ماني مقتنع اني اختار دبابه كبيره عشان السرعه والتخفي. على اساس انا خططي في اللعب دائما اني اهجم عليهم، اهجم كذا يا قاتل يا مقتول، وانا عندي دبابه سريعه فانا صرت بسبونهم. الله يستر انا لوحدي بسبونهم. وصلت عند العلم عندهم، لو دخلت اقدر اخذ العلم بسرعه بسرعه، اقدر انهي الجيم من بدايته. يلا 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 طلع فريقي كله ورا، انا قاعد اخذ. هلو ذا. اوه لا في واحد قاعد يستناني هنا، تعال تعال اضرب. امشي امشي امشي، مراوغه مراوغه، انا سريع مراوغه. يلا يلا باخذ العلم، اضرب كمان ضربه، ريلود بسرعه، تكفى بسرعه اضرب. طيب الجيم الثالث. هالمرة عندي خطة، عندي خطة. طبعاً أقدر أسوي كذا وأشوف من فوق أماكن أصحابي وين رايحين والأعداء وكذا، فكلهم رايحين أصحابي هنا مثل ما شايفين، هنا أو هنا. أنا بسوي ذكي وبلف من ورا، بلف لهم من ورا وبغدر فيهم. أوه في ناس أذكياء مثلي، طلعوا في هذا نفس خطتي، لاف من ورا، وأنا مفكر نفسي أنا الذكي واللي بخرج عن قواعد اللعبة. طلع في ناس مفكرين مثلي. أوه هذا بيموت هذا بيموت هذا بيموت، تعال 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 هذا بيموت. ابلع، اعطيت الضربه القاضيه، اصحابي فضوا كل الطلق عليه، واخر شيء انا اللي قتلته. طلعوا هذا كيف كذا متخبي ورا الحشيش قاعد يلعب ذكاء. ما ينفع الذكاء، خلك رجال تعال درعب معاي. انا قاعد الف لهم الحين، المفروض هم يكونوا كلهم ورا القلعه. لا لا في احد قاعد يقيم علي، في احد قاعد يقيم علي. وين 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 وين؟ ادخل 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 على القلعه، ادخل على القلعه، ادخل القلعه بسرعه، نتحمى في القلعه. صلي على النبي خلني قهر يا اخي. طيب خلاص اخترت دبابه كبيره او يعني دبابه عاديه، وبلعب
لعب طبيعي، يكفي كل شوي اهجم واموت اهجم واموت. اوكي هذا الماب فيه مساحات جدا واسعه والعدو كله قدامنا، فلازم اخذ كفر اخذ حمايه من اي شيء. مشكله ما في شيء احتمي فيه. تعال تعال يا اخوي، تعال يا اخوي، خلي استعملك كدره، كفو وقف. والله بعد عني سحب، اصلا ما يقدروا يضربوا علي، هذه الهضبه ضرع. واثنين من اصحابنا ماتوا. لا لا ارجع 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 ابلع. تعرفوا ايش؟ مو انا اللي اهرب، افتح الطريق يا ابني، اصلي ما بشوف شو قدامي. ابلع. تخبى قبل يضرب. اوه والله ضربني. ابلع. خبه. حلو حلو حلو. تعرف ايش؟ خلني اسوي له مراوغه، خلني ارحل من اليسار. او حتى هو رحل من اليسار. هو قاعد يهرب. تعال يا حبيبي، تعال تعال، وين رايح؟ ابلع. وين رايح؟ تعال. اوه لا بس اصحى. اوكي في واحد هنا مو شايفني. كمان ضربه. مو شايفني الغبي. ابلع. تعال الثاني وينه؟ وين هرب هذاك؟ وين هرب؟ تعال تعال. ابلع. امشي 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 امشي، لازم ما يضربني. كمان ضربه. امشي امشي امشي، راوغ راوغ راوغ. اوقف يا اخي. يلا 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 يلا. ابلع. اوكي نحن اربعه ضد خمسه، هم خمسه نحن اربعه، بس ان شاء الله نقدر. اي هذه الدبابه اللي تستحمل الضرب، مو نفس الدبابات الجيم الماضي اخذ ضربه واحده واموت على طول او اتفجر على طول. هذا مو شايفني. يلا تعال 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 تعال، كمان ضربه. والله حرام حد يذبح غيري، حرام حد يذبح غيري. تعال 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 تعال. ابلع اخيرا. ابلع بس. والله الجيم نازل دعس يا شباب. طيب نحن اثنين وعلينا اربعه، على الاكثر ما راح اقدر اني اجيبهم بس بنحاول. يا خوي انا وانت بس، يا خوي انا وانت قاعدين ياخذوا علمنا. العلم هذا رايح العلم، بس ذكي مقيم لورا خايف حد يغدرنا. وقدامنا اثنين بالعلم. يلا 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 يلا. ابلع. اطلع من العلم. اطلع من القاعدة. اطلع. حلو. كمان ضربة. تعال 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 تعال. لا لا لا، ضربة بيذبحني. والله انه مراوغ. يلا بس خلي مراوغتك لنفسك. يا فالكو وين رايح؟ تعال هناك هم فالكو. في الاتحاد قوة وفي المتحدين نقف، متفرقين نسقط. تعال تعال معاي. اوه في واحد هنا. يكفوا فالكو. تعال عزز لي. ان شاء الله ما يجي الثالث، بس الحين اثنين ضد اثنين عادلة، لو اجى الثالث بيخرب المعادلة. ابلع. حلو. خربت له الدبابة. كمان ضربة. هذا درع قوي. باقي على الجيم دقيقتين. هم ثلاثة ونحن اثنين، يعني لو خلص الوقت هم راح يفوزوا لان هم اكثر. لازم افجر حد منهم. خلني اروح عن هذا اللي ورا اللي كل شوي يجي ياخذ العلم ويهرب. خلني ادرهم عليه واشيله. يلا هو مو مشغول، قاعد يقاتل الفالكو. هو مشغول بفالكو الغبي، مو منتبه اني انا هنا. ابلع. حلو نحن اثنين ضد اثنين، باقي 50 ثانية. لو خلص الجيم كذا تعادل. ما بيتعادل. اوه تعال 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 تعال. ايوه. حلو لو انتهى الوقت الحين بنفوز. الاخير وينه؟ الاخير تبعهم وينه؟ اوه ليكا هناك. الحق اوصل له. خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد. خلني اوصل له بسرعة. فيكتوري صح، المفروض فزنا نحن اكثر. ليش تعادل؟ ليش نحن اكثر؟ والله انا ما يخصني، انا بالنسبة لي فزنا خلاص، بالنسبة لي هذا فيكتوري، جبنا الفوز يا شباب. كذا يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. شاركونا في التعليقات إيش رأيكم عن اللعبة، ولا تنسوا فيكم تحملوها بشكل مجاني من الرابط الموجود بالوصف، واستعملوا الكود يلي مع الرابط عشان تاخدوا هدايا رهيبة في اللعبة. وبس كان معكم بشار كيال وبشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.